المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شنال. الأسبوع إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم مزيانة وفي تمام عند جميع السيدات، عند جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي اللي هي أكيد أكيد دائما الهام شنال. الغوصة ديال اليوم ولا الوصفة ديال اليوم إن شاء الله غادي تكون وصفة مختصة التخلص من الشيب حتى ولو كان شعرك كله أبيض من الاستعمال الأول. علاج شيب الشعر يعني وصفة سحرية بامتياز، غتكون بملعقة شاي وملعقة نشا، يعني وصفة سحرية بكل معايير. فنتمنى فقط تجربوها وتكتبوا لنا في التعليقات كيف جاتكم الوصفة، واش عجبتكم ولا ما عجبتكمش، واش تواتات معكم ولا لا. أكيد أكيد رحب بكل التعليقات بكل الاقتراحات بكل الاستفسارات بكل الأسئلة أيضا. وقبل ما نمشيو نتعرفوا على مكونات الوصفه، الطريقه ديالها، طريقه التحضير، الاستخدام والاستعمال ايضا، فنبغي نرحب بالبنات. فمرحبا بكم في القناه، سواء اللي ديجا قدمت في القناه او لا اللي ديجا يعني يلا غادي يكونوا ان شاء الله مشتركات يعني جدادات في القناه. وبالنسبه للسيدات اللي باقيين ما اشتركوش، فاشتركوا في القناه وضغطوا على زر الجرس يعني فعلوه، باش ان شاء الله اي فيديو نزلته في القناه يجيكم اشعار بانني نزلت فيديو وتفرجوا فيه نتوما الاولى. وايضا مرحبا حتى بالوصفات ديالكم الطبيعيه، يعني اي سيده بغات تبارطاجي معنا ولا تشارك معنا وصفتها الطبيعيه فتخلي لنا في التعليق طريقه تحضير الوصفه، طريقه استخدامها، يعني الوصفه ديالها بكل التفاصيل، باش هكذا انا شخصيا نجربها. واكيد الا عجبتني وعطاتني نتائج مزيانه راني غادي نجي نشاركها معكم هنا في القناه باش هكذا تعم الفائده للجميع. وبسم الله على بركه الله نمشيو باش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه، طريقه تحضيرها، طريقه استخدامها واستعمالها. ايضا اول مكون غادي نحتاجو له البنات هو الشاي. غادي نحتاجو الشاي، انا هنا استخدمت شاي بودره، يعني خديت كميه من الشاي حبوب وطحنته وصبح بهذا الشكل هذا. بالنسبه للسيدات اللي باغيين يستخدموا حبوب الشاي يعني بدون ما يطحنوهم فاكيد ممكن، يعني سواء بغيتو تطحنوهم سواء بغيتو تخليوهم بودره، لكم حريه الاختيار. فانا غنستخدمهم بودره غيكونوا افضل، باش هكذا يسهلوا علينا عمليه تطبيق هذه الوصفه على الشعر. فبالنسبه للحبوب الشاي الناس اللي غيسولوني في التعليق ويقولوا لي انا حبوب استخدمتي، فاي حبوب البنات عندكم في المنزل ديال الشاي كتستخدموهم فهما اللي تاخذوا منهم يعني كميه لا باس بها وطحنوهم بهذا الشكل وتستخدموهم في هذه الوصفه. بالنسبه لثاني مكون غادي نحتاجوا له هو القهوه سريعه الذوبان، فانا خديت هذه النوعيه، هذه مزيانه صراحه، ممكن تاخذوا اي نوعيه متوفره عندكم. وبالنسبه لثالث مكون غادي نحتاجوا له اللي هو النشا او ما يسمى بالذره او المايزينا. انا صراحه كناخذ كميه كبيره ديال النشا، يعني كناخذ الباك الكبير وكنحتفظ به في هاد العلبه هذه، ودائما فين ما كنبين نستخدمه كنلقاه يعني موجود عندي في البيت ديالي. فاستخدموا كميه ديال النشا اللي بغيتوا، دائما الكميه ديال هاد المكونات كتبقى على حسب الرغبه وكتبقى على حسب الحاجه. يعني ثالث مكون كما سبق لي وذكرت هو النشا. وغادي نحتاجو يعني الكوب من الشاي، يعني كرابع مكون غنحتاجو الكوب من الشاي. ودائما مكونات هذه الوصفه كما قلت لكم كتبقى على حسب الطول والكثافه ديال الشعر. فإلا عندكم شعر طويل بزاف اولا عندكم يعني شعر كثيف، فغادي تحتاجوا الكميه اللي غادي تكون كثيره. الا عندكم شعر قصير فما غتحتاجوش نهائيا كميه كثيره، فهذه النقطه دائما خدوها بعين الاعتبار. وهادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو، يعني مكونات ساهلين بسات ورخاص. ندوزو الان طريقه تحضير هذه الوصفه، طريقه استخدامها واستعمالها. ايضا غادي ناخذ كل هذه المكونات يعني على جنب، وغناخذ واحد الكاسرول وغادي نوضع فيها كل المكونات ديالي اولا كل العناصر ديالي. فاول شيء غادي نطبق ولا غادي نوضع اللي هو مطحون حبوب الشاي ولا حبوب الشاي بودره. غادي ناخذ كميه من القهوه،
وغادي ناخدو النشا فخديت 3 المعالق من النشا كما لاحظتوا في الفيديو. والان غادي ناخذ يعني كوب من الشاي، انتم ممكن تاخذوا كوب كيف ممكن تاخذوا 2 ديال كؤوس ديال الشاي مطبوخ الشاي. وكنحاولوا نخلطوا كل هاد العناصر مع بعضهم البعض. بعد ما كتصبح لينا الوصفه بهذا الشكل غادي ناخذ الكاسرول ديالي غادي نوضعها فوق نار اللي غادي تكون خفيفه يعني مهيله، ونخلي حتى كتغلى الوصفه وحتى كتعقد، يعني كنحسوا بالوصفه ما بقاتش سائله نهائيا كتولي عاقده. من بعد غادي نطفيو النار على الكاسرول نخليوها تبرد 5 دقائق، ومن بعد نجيو نقدموها بالصحه والراحه. يعني وصفه رائعه وتستحق التجربه بامتياز. فندوزو الان الخطوات اللي سبق لي وذكرت، ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله. وبعد ما كنطفيو على الكاسرول ديالنا يعني النار كتصبح بهذا الشكل هذا، فكما قلت لكم سابقا كتخليوها تبرد شويه يعني واحد 5 ديال الدقائق. بعد ما كتبرد كتصبح بهذا الشكل هذا كما هو موضح في الفيديو، يعني الوصفه كتصبح عاقده تماما هانتوما، يعني وصفه رائعه جدا. فنتمنى تجربوها وتكتبوا لينا في التعليق كيف جاتكم. انا غادي نحاول يعني نوضع هاد الوصفه في واحد الاناء باش هكذا يبان لكم بوضوح اكبر واكثر اكيد. فكما كتلاحظوا الوصفه كتجي بهذا الشكل هذا وبهذا القوام هذا الرائع جدا هانتوما. يعني كتخليوها غير 10 دقائق فوق نار مهيله، ولا 15 دقيقه يعني على الاكثر على الاكثر، وكتبدا تعقد يعني تدريجيا بهذا الشكل هذا. ومن بعد كتطفيو النار تخليوها تبرد، ومن بعد تطبقوها على الشعر ديالكم، ولكن حتى تاكدوا انه الوصفه بردات تماما. من بعد كتطبقوها على الشعر ديالكم، يعني كتقسموه الى نصفين وكتوزعوا هذه الوصفه بالتساوي على الشعر باش الشعر ديالكم يجي موحد، يعني اللون ديالو يجي موحد على العموم ديال الشعر ديالنا ويرجع اللون ديالكم الطبيعي باش هكذا تخلصوا من شي. ومن بعد ما كتطبقوها البنات كتعملوا البلاستيك الغذائي المساند الرسمي ديالنا حنا السيدات، فضروري ما غادي نحتاجوه. كما كتعرفوا البلاستيك الغذائي ضروري ما كيحضر في علاجات الشايب، ضروري ما كيحضر في الصبغات بصفه عامه، ايضا حتى في بعض الخلطات الطبيعيه لتقويه الشعر، فضروري ما نعملوا البلاستيك الغذائي. فبعد ما كنطبقوه على الشعر ديالنا الوقت دائما كيبقى اختياري. بزاف السيدات غيسولوني في التعليق ويقولوا لي الوصفه واش غنخليوها ساعه ساعه ساعتين، دائما الوقت كيبقى راجع على حسب هاد النقط اللي غنذكر انا الان اللي هما الطول والكثافه ديال الشعر، ايضا الشيب واش الكميه ديالو قليله ولا كثيره، وايضا واش هو شيب مبكر اولا شيب قديم، وايضا واش الشيب اللي عندنا شيب يعني اللي تيكون في سن 20 او نفس ولا في سن 50 او في سن 60. فاذا كان في سن 50 و60 و40 كنصحكم تخليوها مده اطول باش هكذا تنجح على الجميع. الا كان عندكم شيب اللي هو في سن 20 واللي كيتسمى شيب المبكر فممكن يعني تخليوها مده قصيره، ولكن مع المراعاه ديال الشعر ديالنا واش هو طويل ولا قصير،
وايضا واش فيه كميه شيب كثيره ولا قليله. فالوقت دائما كيبقى راجع على حسب هاد النقط هادو، كناخذهم بعين الاعتبار، كنحطهم يعني امامنا، والوقت راه كيبقى راجع على حسب هاد الاشياء هادو. اكيد غيبان لكل سيده ان شاء الله، اكيد عينكم ميزانكم كما تنقولوا حنا. الناس اللي غادي تقول لي ممكن نخليوها ليله كامله، فاكيد ممكن تخليوها 6 سوايع ليله كامله، نص نهار بصفه بمكونات طبيعيه، ما غتسببش لكم ان شاء الله حتى شي مشكل. ففقط جربوها وكتبوا لينا في التعليق كيف اجتكم هاد الوصفه هادي السحريه والرائعه بنتي. فانا اكيد في انتظار تعليقاتكم الرائعه والجميله، كنقرا كل تعليق اكيد. ونتمنى السيدات اللي غيشوفوا ان شاء الله هذا الفيديو هذا يبارطاجيو هذا الفيديو باش هكذا يوصل بزاف السيدات اخرين، يبارطاجيوه في لي جروب فيسبوك، يبارطاجيوه عندهم، مرحبا بالجميع. وما كاينش اكيد احسن من شي حاجه طبيعيه للشعر ديالنا والجسم ديالنا بصفه عامه. فاكيد نبغي نرحب بتعليقاتكم، ما تنسوناش باللايكات لهذا الفيديو، تشاركوا في القناه، تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط غادي نخليها لكم في الديسكريبشن بوكس ولا في لا باغ دانفو ولا في صندوق الوصف. ايضا بالنسبه للمواقع التواصل الاجتماعي ديالي ممكن تخليوا لي حتى لي ميساج اون بريفي، يعني السيدات اللي كيبغيو يسالوني على بزاف ديال الامور، فاكيد كنرحب بالجميع. وهذا الشيء اللي كاين بخصوص هذه الوصفه هذه، نتمنى تجربوها وتكتبوا لنا في التعليق، وموعدي معكم يتجدد ان شاء الله في الفيديو القادم.